سيك رودريغاز رينا سيلفا وجن بوسيجور اللاعب تشيني الدولي من اصل فرنسي بتوزيعه خطيره الراسيه لازالت الخطوره لكن يتدخل نيستا اسكويدا 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 خطيره تمريره نحو جن بوسيجور ثم التوزيع المخرج يركز عليه كره في وسط الميدان مكسيكية الكرة مع اسكويدا سيجور يعود إلى سيريدا تمريرة في العمق نحو اسكويدا يسقط نيستا هناك تدخل على نيستا نيستا رودريغيز يرفع نظره ويحول هذه الكرة إلى الهجوم أين متواجد اسكويدا لكن يتدخل نيستا بكل أناق الأنيق الإنتر تشيلسي وكذلك عديد وكذلك كلوب أمريكا المكسيكي البطاقة صفراء كرة لصالح كلوب امريكا المكسيكي تمرر نحو اسكويدا ولكن يدعو عفوا اي سي ميلان واوفيا اي سي ميلان ان تتفائل خيرا بوسط الميدان ومثل هذا الدفاع كرة الان لصالح نادي كلوب امريكا يلعب الكرة رفقة بوسيجور الى موسكويرا المدافع المتقدم ولكن يتدخل نيستا يتدخل فضلي تعود كرة ايطالية يتدخل نيستا سقوط اللاعب اسكويرا موسكويرا يرسل بهذه الكرة طويلة نحو كاماراس والتغطية الدفاعية موجودة من نيستا بكل روعة سيدوف